دكتور يسري الحميلي، أستاذ جراحات المخ والأعصاب والعمود الفقري، كلية طب قصر العيني، جامعة القاهرة، عضو الجمعية الأوروبية لجراح المخ والأعصاب، مدير مستشفى نيورو سباين. أهلا بكم. طبعا النهاردة حوار مثير ومهم جدا حول أمراض العمود الفقري وجراحاته، لكن خلينا أنا فكرت أقول لكم وبحثت الحقيقة في الحكاية دي. طبعا ممكن يكون كلامي مش دقيق قوي، بس يعني احنا يعني تعبنا في البحث في النقطة دي. أخطر حاجة ممكن يتعرض لها الإنسان في الحركة إيه؟ حاجات كتير طبعا بتختلف من شخص لشخص، وكل حاجة غلط خطر طبعا، لكن لقينا إنه كل الأبحاث اشتركت أو كتير من الورق البيبرز كتب إنه اللفة المفاجأة مع حمل تقيل، إنه واحد يعني أكتر شيء وأخطر شيء يتعرض له الإنسان هو دوران العمود الفقري في حركة دائرية مفاجأة مع حمل وزن تقيل في نفس الوقت. وده بيحصل كتير في مصر، يعني اللي هو بقى فكرة إيه، إن واحدة ست مش قوية قوي تشيل كرسي عشان تنقله، فبتشيله ده حمل وزن تقيل، تروح جاية لفة كده. اللفة دي في منتهى الخطورة، خطرة جدا. هو ده أخطر، من واحدة من أخطر الحركات. وفي حركات تانية كتير بتضر العمود الفقري احنا بنعملها، طريقة النوم، طريقة القعدة في العربية، طريقة الحركة، طريقة الجلوس في المذاكرة اللي بقت تبقى فيها مشكلة، التقاط الأشياء من على الأرض. احنا ما عندناش ثقافة التقاط الأشياء من على الأرض يا جماعة، ما فيش حد بيعرف يوطي يجيب حاجة من على الأرض صح، كلنا بنوطي غلط، كل الناس بتوعية موطية جايبة الحاجة وقايمة، يا سلام بص تلاقي هو بيقوم طقطق ظهرك، أو الديسك بدأ يحمل مشاكل. الأرض ليها التقاط الأشياء، اللي هو اللي ينزل على ركبتيه أو ينزل بركبتيه يجيب الحاجة ويطلع وهو فارد ظهره. مين اللي بيعمل الحاجات دي؟ صعب ومش كتيرة. خلينا نفهم النهارده تفاصيل مشاكل العمود الفقري، ونفهم ازاي ان التشخيص المبكر، ان انا اروح بشكل مبكر اكشف مبكرا، هدي فرصه لجراحات رائعه الان بقت ليها زي ما بيقولوا اليد العليا وبقى ليها قيمه كبيره، جراحات محدوده التدخل، بس بشرط ارجوك تعالى مبكرا اول ما تشتكي. هنفهم النهارده حوار مثير للغايه مع ضيف العزيز استاذ الاساتذه الاستاذ الدكتور انور يسري الحميلي. يسري انور الحميلي، اهلا بك يا دكتور يسري. اهلا دكتور ايمن. دايما مرتبط انا باسم انور دي عشان يمكن على الطريقه الاوروبيه يعني منورنا دكتور يسري. الله يحفظك. عايز اروح لسؤال، فعلا هل دي اخطر حركه قبل ما ادخل في جراحه محدوده التدخل؟ بص، هو في حاجه مهمه جدا كتير ما يعرفهاش يمكن بعض برضو الأطباء الصغيرين أو المش متخصصين قوي، علم اسمه بايوميكانيكس وسباين أو عالم الحركة البيولوجية للعمود الفقري، وده علم مهم جدا جدا. اللي بيشتغل في العمود الفقري لو ما عندوش دراية بيه كافية مش هيبقى بيشتغل بشكل كويس، في ظل التقدم والثورة العلمية النهاردة اللي عملت لنا واستحدثت لنا حاجات كتير جدا كلها نشأت كبديل أو كاستعاضة عن الحاجات اللي بتبوظ في العمود الفقري. بدأت بتثبيت الفقرات، بدأت بالشرايح بالمسامير، انتهت بالغضروف الصناعي، انتهت بحاجات تقنيات عالية جدا. مين يقدر يقول أعمل ده ليه وحط ده فين واشتغل ده إيه وثبت إزاي وده أثبت للعيان وده ما ثبتش للعيان؟ هو اللي عنده دراية عالية بما يسمى بعلم الحركة البيولوجي للعمود الفقري، وبالتالي ده اللي يقدر يحط للمريض بتاعه السيستم أو الأساس أو الطريقة أو النظام في حركته. كل واحد فينا عنده جسمه له بنيان، البنيان ده علشان ما يحصلش أي ضرر لابد إن أنا أتعامل مع بنيان جسمي بالطريقة اللي تناسبه. في واحد يقدر يرفع 30 كيلو من الأرض، في واحد ما يقدرش يرفع أكثر من 3 كيلو. أنا هيئت الجسم ده إزاي وعملية التهيئة دي نفسها، لأن أنا برضو لازلت بشوف ولاد صغيرين جدا في السن راحوا يلعبوا جيم بطريقة غير منظمة أو من غير مدرب أو بشكل هاميوني، فجاله انزلاق غضروفي وللأسف جسمه زي الفل وشكله هايل جدا وعضلاته يعني حاجة جميلة، وتعمل أشعة تجد أنه عنده
انزلاق غضروفي أو فقرة تضررت من أنه عمل الرياضة بشكل خاطئ. وبالتالي ده مفهوم مهم جدا، عايزين ولادنا يبقوا حاطين عينهم عليه، عايزين ثقافتنا الطبية بتبقى بتقول يا جماعة مش كل حاجة نقدر نعملها هنعملها، ولابد من الاهتمام ب زي ما بنقول كده ثقافة الاهتمام بالعمود الفقري تتربى عند ولادنا منذ الصغر. جراحات محدودة التدخل أحدثت طفرة كبيرة في عالم جراحات المخ والأعصاب، وهي دلوقتي أنا في رأيي إنها زي ما بيقولوا جراحات الحاضر والمستقبل، بس بشرط برضو إن المريض يجي مبكرا، لأنه في فترة ما ممكن جراحة محدودة التدخل تبقى مش عارفة تتعامل مع عديد المشكلات. ده حقيقي طبعا، والأهم من ذلك كله إن مش بس إن المريض هيجي مبكرا، إن المريض هيجي للمتخصص في الجراحات محدودة التدخل. وبلاش نسمع كلام الناس اللي بتقعد تخوف العيانين وتقول له اوعى تعمل عملية بالمنظار ولا بالمايكروسكوب أصل ده هترد بسرعة. يعني دايما اللي ما بيعرفش يعمل الجراحات محدودة التدخل ولا يجيد استخدامها بيخوف المريض كأنها بعبع أو كأنها رعب، وده مش صح. ما تخلوش حد يضحك عليكم، دي ده بيخدعك. اللي بيعمل الجراحة محدودة التدخل ده جراح متمرس، قدر يعمل العمليات التقليدية وعدى المرحلة دي وخلاص، بيعمل حاجة أحدث وأكثر تطورا للمريض بتاعه علشان يخدم قضية واحدة، وهي الشفاء المبكر، العودة إلى العمل مبكرا، وإن أنا أعمل العملية بتاعتي من غير ما أثر على التركيب الطبيعي للعمود الفقري. ده الصورة بتعرض لنا إزاي الانزلاق الغضروفي بيحصل. هنا الغضروف تضخم، بعد ما تضخم خرج بره المحتوى، ضغط على العصب، العصب ده بيغذي ايه؟ لو بيغذي المنطقة دي في الرجل هيبقى الألم في المنطقة دي، لو الغضروف في مستوى أقل أو تحت منه يبقى هيغذي عصب تاني هيدي الألم في المنطقة دي، لو الغضروف في تحت في الحتة اللي في الفقرة اللي تحت يبقى الألم هيجي في عصب الرجل ولكن في ناحية تانية، وبالتالي بتختلف الأعراض على حسب مستوى الإصابة. دي صورة بتعرض لنا إزاي ممكن يحصل كسر الفقرة من حركة مفاجأة عنيفة غير مدروسة. شفت القوة كلها انصبت على إيه؟ ده بنشوفه إمتى؟ ممكن نشوفه في واحد نط من فوق علشان ينزل في المية اتخبط في صخرة، فالفقرات ردت لورا، اتكسر العمود الفقري، أثر على الحبل الشوكي. الكورة يا فندم برضو ده يعني في الكرة بس نادرا ما بيحصل، لأن مهما كان إصابة الكرة بتبقى الوزن بتاعه مش بالقوة، لكن ده بيبقى الوزن والجرافيتي والجاذبية والاندفاع، بتبقى حاجات كتير قوي. هنا برضو بيعرض لنا الأماكن الأكثر تعرضا للإصابة في العمود الفقري بالتآكل والخشونة والغضاريف، وهي الفقرات القطنية. وليه؟ لأن بعرضها لحمل كبير معظم الوقت، هي شايلة وزن الجسم كله، وفي نفس الوقت عليها معدل حركة عالي جدا. أقل الفقرات ضررا الفقرات الصدرية، تاني حاجة بتالي الفقرات القطنية هي الفقرات العنقية، ودي بقى مرض العصر بالنسبة للي قاعدين على المكتب، بالنسبة للي بيستخدموا رقبتهم بشكل كتير في السواقة، في القعدة على المكتب، في المذاكرة بطريقة خطأ، في الولاد اللي ماسكين الموبايلات طول الوقت وتاني رقبته، في الست البيت اللي قاعدة بتشتغل على بطريقة مش صحية، في البنت اللي قاعدة بتذاكر طول الوقت على الانتريه أو في الكافيه مع والولاد يقعدوا يذاكروا في الكافيهات وبقت موضة، الحاجات دي كلها بتؤذي العمود الفقري. في كل الجراحات في التخصصات الأخرى تقدمت وتطورت، ده شيء مقتنعين به، والتطور ده سمة العلم الطبي يعني، لكن في جراحات محدودة التدخل التطور فيها وسرعته عالية جدا، انتقل من مثلا جراحة فيها المناظير فيها الأشعات بتشرف إلى جراحة فيها الإنسان الآلي الروبوت، فالتطور هنا حصل بسرعة قوي بسبب، هل بسبب احتياج وتقدم تكنولوجي ولا بسبب كيانات عملاقة دعمت هذا التطور اللي هي شركات صناعة الأجهزة نفسها؟ بص، هو مجال جراحة المخ والأعصاب بنفخر دائما إن جراح المخ والأعصاب ده جراح شيك جدا، جراح عالي الذكاء، وده طبيعة الأمر. يعني إحنا بنعمل عمليات في المخ، مفيش أدق من هذا ولا أهم من هذا، وبنفخر دائما إن مجال تخصصي أنا اللي أنا أخد فيه الدكتوراه الجراحة الملاحية
هم أول ناس دخلوا جراحات الريبوت في العالم كله، وكانت أول عملية أجريت بالريبوت عملية أخذ عينة من المخ باستخدام الجراحة الملاحية سنة 1985. تلاها بعد كده في 92 استخدام الكمبيوتر ومجالات الجراحة الملاحية، فتحت الباب على مصراعيه لاستخدام التكنولوجي، وبدأنا بقى ندخل مع ده الميكروسكوب الجراحي، المنظار، الليزر، نستخدم التقنيات دي كلها. من الحاجات المستحدثة ان احنا ادخلنا مجال الجراحة الملاحية في العمود الفقري، والحمد لله انا كنت سابق في هذا المجال، وكنت من احد الناس اللي بدأت المجال ده بدري قوي 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 قوي، وبالتالي استفدنا كتير جدا من دعم الجراحة الملاحية لحاجتين مهمين جدا. حضرتك قلت نقطة مهمة جدا، الاحتياج. انا النهاردة لما بدخل في عالم مجهول انا محتاج ايه؟ محتاج خريطة ومحتاج بوصلة، ولو انا بقى عندي تقدم علمي يا سلام، يبقى معايا نافيجيتور وقمر صناعي، واربط النافيجيتور اللي في معايا في العربية بتاعتي بالقمر الصناعي، يبقى عمري ما هتوه في الصحراء، عمري ما هروح في المجهول. بالنسبة لنا جراحات المخ لوقت قريب قوي كانت حاجة مجهولة، انت بتفتح الجمجمة تجد كل نقطة في المخ مهمة، يا ترى دي بتغذي ايه وبتدي ايه وبتعمل ايه. بعد استحداث الجراحة الملاحية وتقنياتها بقينا بنعمل عمليات في مركز الكلام ببنج موضعي، وهو المريض صاحي وبيتكلم معايا. وعلى فكرة يا جماعة الكلام ده أنا عملته في القصر العيني من 10 سنين، القصر المستشفى القصر العيني بتاعتنا، بتاعت الناس الطيبين اللي هي الصرح العظيم، الصرح العظيم. فبالتالي بقينا ابن عيان عنده ورم على مركز الكلام، أنا خايف أشيل الورم، أخد حتة من مركز الكلام يطلع ما بيتكلمش، فمحتاجين إن احنا نعمل متابعة للكلام. هنعمل متابعة للكلام إزاي؟ يبقى لازم العملية تتعمل ببنج موضعي وليس ببنج كلي، ده اللي عملته الجراحة الملاحية، وكان من المستحيل أن يجرى بدون الجراحة الملاحية. بالتالي هي الحاجة أم الاختراع، ولكن نخبة جراح المخ والأعصاب مش بشكر فينا إن احنا ناس يعني، لكن دايما عندنا نوع من أنواع ربط العلم بالتقدم بالاستحداث، بنفكر لقدام قوي قوي، نظرتنا للمستقبل بعيدة المدى، وبالتالي لما نفكر في العمود الفقري، لما نفكر نعمل عملية انزلاق غضروفي، تثبيت فقرات، النهاردة بنستغنى عن الشرايح والكلام التقليدي ده، وبنضرب بيه بقى خلاص، بقينا بنستخدم تقنيات تانية وأساليب أخرى. طيب عندي سؤالين، في سؤال واحد المناظير ودورها في التعامل مع الانزلاق الغضروفي، ازاي المنظار بيدخل يتعامل مع الانزلاق الغضروفي، برضو كلاسيكيا ايه حدود المنظار، يعني كم انزلاق غضروفي بعدين المنظار يقول لك مش هقدر اشتغل او خلاص دي حدودي. هل هناك، السؤال الثاني بقى، هل هناك حاله صراع او تنافس بين المنظار والميكروسكوب؟ هل المنظار عدو الميكروسكوب او الميكروسكوب عدو المنظار؟ وهل يعني احدهما يعلو عن الاخر او يسمو على الاخر، ام ان كل منهما منطقته اللي بيشتغل فيها؟ دول سؤالين. الحقيقه في مجال الجراحه الجراح الشاطر بيستخدم كل التولز، الوسائل المتاحه لتطويعها لاجراء عمليه جراحيه ناجحه. تصور انت بترسم لوحه، وواحد يقول انا متحيز للون البني، واحد يقول انا متحيز للون الازرق، للسماويات، مفيش كده. اللي بيرسم لوحه ده محتاج جميع الالوان، احنا محتاجين في العمليه بتاعتنا كل التقنيات دي دون ان تطغى واحده على الاخرى. احنا ما بنتحيزش الحاجه، الجراح الشاطر بيقدر يعمل العمليه بتاعته بتطويع كل هذه الاساليب. المنظار ممكن استخدمه خطوه واحده في العمليه، ممكن استخدم الميكروسكوب في خطوتين ثلاثه، ممكن ادمج الاثنين مع بعض. دي عمليه بنشيل فيها الغضروف بالمنظار، زي ما احنا شايفين دخلنا فتحه صغيره جدا جدا في الجلد ودخلت الالات الجراحيه. هستخدم الجراحه الملاحيه عشان توريني الصوره راكبه على الاشعه بتاعه المريض، عشان لما اشيل الغضروف اتاكد تماما ان انا شلت الغضروف اللي عليه المشكله. هستخدم استحساس العصب عشان اقدر اقيس الكهرباء جوه العصب، ويا ترى العصب ده حاجه مسته ولا لا. هستخدم الميكروسكوب في تكبير الصوره. وبالتالي لما بيبقى عندك ابناء وانت راجل اب مثالي، ما بتفضلش ابن على الاخر،
هتفضل ابن على الآخر لو أنت أب مش مثالي. نفس القصة، كل دي وسائل وأساليب إحنا بنحبها كلها، والجراح الشاطر اللي بيقدر يلعب بأكتر من حاجة وببراعة ويستخدم هذه التقنيات. النهاردة ما بقاش مسموح إن واحد يقولك اوعى تعمل العملية بالمنظار أصلاً بترجع تاني. اللي بيعمل عملية بالمنظار ده جراح بيعمل العمليات الجراحية بدقة عالية جداً جداً، ويقدر يعمل العملية بدون هذه الوسائل. طب هو ليه بيستخدم الوسائل دي؟ علشان يضمن لمريضه الدقة، سرعة الجراء العملية، وأهم من ذلك المحافظة على الأنسجة الطبيعية. هنا هو بنشيل الغضروف وبنحط غضروف صناعي. الغضروف الصناعي ده هو بديل للغضروف الطبيعي، يبقى بالتالي أنا شلت الغضروف اللي كان ضغط على العصب، رجعت المسافة ما بين الفقرات لوضعها الطبيعي، حطيت الغضروف الصناعي. المريض ده هيقدر يحرك رقبته شمال يمين فوق تحت كأنه ما شلش الغضروف. بالتالي ده اللي عملته التكنولوجي، اللي عملته الجراحة الملاحية، اللي عملته الثورة العلمية اللي احنا بنشوفها الأيام دي. هل هناك تنافس بين البنظار والميكروسكوب؟ ليس هناك تنافس، أنا بحب الاثنين، الاثنين ولادي الأعزاء، الاثنين أنا بقدر أستخدمهم لمصلحة المريض، بقدر أطوع ده في خطوة وأطوع ده في خطوة. وطالما أنا بأجيد استخدام الاثنين يبقى أنت عندك أحسن لاعب في الملعب اللي بيقدر يشوط شمال ويمين، واللي يقدر يلعب وينج ليفت وينج رايت. جوكر. تصور ده جوكر. تصور دايما ده بيبقى عند مين؟ اللعيبه اللي هم ليفت هاندد اكتر. باي ذا واي انا ليفت هاند. الجراح اسرع ربع ثانيه، الجراح الناس اللي بتستخدم ناحيه الشمال اسرع في رد الفعل ربع ثانيه. هي ميزه كمان ان لما باجي اعمل عمليه جراحيه ما ببقاش مرتبط بناحيه. يعني انا ممكن افتح اعمل للمريض عمليه الرقبه من المنظار من ناحيه شمال من ناحيه يمين، بالميكروسكوب من ناحيه شمال من ناحيه يمين، ما عنديش تحيز لناحيه واحده، ودي بتبقى حاجه يعني ده بالمناسبة بس يعني عرضا. فعايز أقول إن إحنا مفيش حاجة مفضلة على حاجة، طالما إن دي هتخدم قضية مهمة جدا هقدر أعمل للمريض بتاعي العملية بنجاح منقطع النظير، يبقى هستخدم دي هستخدم دي هستخدم دي. وهقدر لما يبقى عندي تصور أنت داخل محل كبير قوي، هايبر ماركت مثلا، ده فيه كل حاجة، وبتطلب بضاعة معينة هتلاقي كل حاجة موجودة على الرف. قارن نفسك لو انت دخلت كشك صغير بتسأل على حاجة، مفيش غير حاجة واحدة هيديك اللي عنده بس. ما تخليش حد يسوق لك بضاعة واحدة، روح للي عنده كل حاجة، هتجد عنده كل حاجة بالتقنية عالية جدا، وهتجد نفسك بتعمل مجهود أقل في الحصول على أحسن حاجة. السؤال المشهور قوي في الجراحة الملحية وتثبيت الفقرات، تثبيت الفقرات، لانه الزحزحه الفقريه بقت موضوع منتشر جدا وبقت حاله مزعجه للغايه جدا. هل المنظير والجراحات محدوده التدخل لها دور في تثبيت الفقرات؟ طبعا الجراحه الملاحيه لها دور كبير جدا في تثبيت الفقرات، واكبر عمليات تثبيت للفقرات فيها تعقيد وتداخلات معقده جدا هي تثبيت الفقرات العنقيه، وانجح طريقه للتثبيت هنا في الفقرات العنقية باستخدام الجراحة الملاحية. شوف بقى الجراحة الملاحية بتعمل ايه، صورة الأشعة معروضة على الشاشة، وأنا بدخل بالمنظار، وأنا داخل بالمنظار الجراحة الملاحية بتدمج لي صورة الواقع مع صورة الأشعة، فكأن أنا داخل بطلع الغضروف اللي باين في الأشعة ده بالواقع الرياليتي، أو زي ما بنقول اللي زي ما بيقولوا كده العملية الواقعية. أنا بدمج الصورة اللي طالعة مشخص فيها الغضروف والغضروف باين فيها بوضوح مع الواقع بتاعي، وبالتالي لا يمكن الخطأ. في كتير جدا من العمليات اللي مكتوبة من مضاعفات العملية ميزد ليفل، أو أنه يعمل المستوى الخطأ، يبقى عيان عنده غضروف ما بين الرابعة والخمسة ويعمل له التالتة والرابعة بالخطأ. النهاردة الكلام ده لما تقوله قدام حد بيشتغل بالجراحة الملاحية يضحك كتير جدا، دي نكتة، لأن ما ينفعش ده يحصل. ما ينفعش إن وانت بتعمل تثبيت للفقرات باستخدام تقنيات الجراحة الملاحية إن المسمار يدخل في مجرى الحبل الشوكي أو في مجرى العصب أو يلط العصب بالبلدي زي ما الناس بتقول. ليه؟ لأن أنا بدي
إحداثيات ثلاثية الأبعاد عن المكان. شوف الفتحة قد إيه، شوف حطينا بلاسترة صغيرة جدا مكان ما دخلنا علشان عملية كبيرة بيتفتح لها 4-5 إنش أو 10 سنتي والمريض بيقعد لابس حزام ويعمل، ما عندناش الكلام ده. احنا بندخل علشان عندنا تقنيات حديثة، بندخل من فتحة صغيرة جدا قد تكون ثقب زي قطر الألم الجاف، ومن خلالها بنعمل العملية والمريض بيخرج، مفيش درنقة بقى، مفيش أي حاجة، أي حد في البيت يقدر يغير البلاسترة دي بعد يومين ثلاثة أو كل يوم مثلا، والمريض ده ما عندوش غرز بقى يفكها والكلام ده كله. هيسمح له بعد ما يفوق من البنج انه يقف على رجله، انه يخش التواليت، انه يبدا يتحرك، يطلع ينزل سلم. لو بعمل عمليه غضروف في الرقبه مش هلبسه رقبه، لو بعمل عمليه في الظهر مش هلبسه حزام. وبالتالي خدمت الجراحه الملاحيه نقطه مهمه جدا جدا، وهي الدقه المتناهيه، السرعه في الاداء، الحفاظ على التركيب الطبيعي اللي ربنا عمله في العمود الفقري. ودي كانت اهم اسباب ولا زالت اهم في اسباب فشل العمليات التقليديه في انها تحقق للمريض النتيجه اللي هو عايزها. ان انت بتدخل تشيل غضروف، عشان تشيل غضروف بتشيل جزء من الفقره، بتشيل عظم طبيعي ربنا خلقه يعمل وظيفه. النهارده بوسائل محدوده التدخل ما بقاش مسموح انك تشيل حاجه من العمود الفقري. انت بتحافظ على الكيان الطبيعي اللي هو طبيعي، اللي مش طبيعي هو بس اللي هتشيله. ايه اللي مش طبيعي؟ ممكن يبقى غضروف، هتشيل الغضروف. ممكن يبقى حتة ضيقة في العمود الفقري، هتعمل توسيع في العمود الفقري دون أن تحدث عطب أو تغيير في الطبيعة اللي ربنا عملها. مش لأني ما عنديش هذه التكنولوجيا أبدأ أهاجم ما لا أمتلكه. هذه هي نقطة هامة جدا وصريحة جدا في عالم الطب. أنا صريح جدا في الحتة دي، وأكيد ضيف العزيز. أشكرك شكرا جزيلا على تنويرك لنا النهاردة بهذه المعلومات الرائعة والشرح التفصيلي لواحدة من أصعب وأعقد أنواع الجراحات وهي الجراحة الملاحية. نورتنا. شكرا دكتور عيني. ضيف العزيز القيمة العلمية الكبيرة والجراح الكبير الأستاذ دكتور يوسف الحميلي كان في الناس الحلوة. خليكم معنا.